سرف. سرف هذا مكان، موقع، ربما مر معنا كثيرا الحديث عنه. وأنت خارج من مكة تريد المدينة يأتيك غير بعيد عن مكة. في هذا المكان بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته ميمونة بنت الحارث الهلالية، أخت أم الفضل زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة المباركة الطاهرة أم المؤمنين هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عندما صرف عليه الصلاة والسلام من عمرة القضاء تزوجها بعد أن حل على الصحيح، ودخل بها، بنى بها وهو بسرف في ذلك الموضع، ثم عاد بها إلى المدينة وبنى لها حجرة كسائر حجرات أمهات المؤمنين. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة رضي الله تعالى عنهن، منهن ميمونة. ثم بعد أعوام وأعوام حجت، في منصرفها من الحج رضي الله عنها توفيت في نفس المكان الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو سلف. الآن كنا نتحدث عن القميص، نتحدث عن جيش طالوت وعدده، الآن نتحدث عن مكان. المكان هذا شهد دخول النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته ميمونة، فميمونة رأت في ذلك المكان فرحتها، كذلك توفيت في هذا المكان. ولا يعني ذلك أن الموت حزن، فهذه أم المؤمنين زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهي زوجته في الجنة بلا ريب ولا ارتياب، هي وأخواتها من أمهات المؤمنين. لكن المقصود كيف أن الحدث أحيانا يتكرر، أو المكان أحيانا هو نفسه، وهذا كله يجري بقدر من الله عز وجل بلا شك ولا ريب.